السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات ومتتبعين القناة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. قبل ما نبدأ إن شاء الله كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم والتفاعل ديالكم للقناة، وهذا في حد ذاته تحفيز بالنسبة لي باش نعطي المزيد ونكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، وهو أيضا تشجيع القناة باش تستمر وتكون في القمة بإذن الله. كنتمنى أيضا الناس لأول مرة يشوفوني ويعجبهم المحتوى يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد، وديروا لايك وكومنتير للفيديو. بسم الله نبدأ على بركة الله. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا مع بعض الصفه الشعريه. هانتوما البنات الشعريه ديالي كيف دايره. غنوريكم البنات واحد الطريقه كتوجد في وقت قليل، في ساعة كتوجد. المهم كتكون الشعرية هنايا من نوع ممتاز. هانتوما البنات واحد الطريقة البنات ساهلة بالنسبة للمبتدئات، هاكا طريقة سهلة في ساعة كتوجد. المهم خليكم معايا البنات. هانتوما البنات الصفة ديالي كندير لها الزيت، كنخوي عليها الزيت المهم كامل مزيان حتى كيتلبسو داك الشعيرات ديال الصفة كاملين بالزيت باش ما تعجنش لينا في الثياب. هانتوما كنبقاو نحلوها بحال هكا باش داك الزيت دخل الشعرية ديالنا كاملة. هانتوما البنات كنكون ديجا دايره هنا البرمة ديالي فيها الما كيغلي واجد نرمي الصفة ديالي باش طيب. هانتوما البنات خليكم معايا ندير الصفة ديالي في الكسكاس. ندير البنات الصفة ديالي في الكسكاس ونتلاقاو من بعد. هيا البنات الصفة ديالي راني رميتها في الكسكاس ديالي. اول مره كما قلت لكم درتو من قبل حتى غلا، يعني الصفة ديالي راني رميتها غير كنحسو بها البنات كتشوك دخلها الطياب. نتلاقاو البنات من بعد باش نقول لكم المرحله اللي كتجي من بعد هذه ان شاء الله. وهي البنات الصفه ديالي راه دخلها الطياب. ها هي البنات شفتوا؟ المهم راه حسبت لها تقريبا داك نص ساعه هكا ما كملاش. كنهز البنات الكسكسه ديالي وهذا الماء هذا البنات اللي غليان كانت كطيب فيه الصفه كناخذ منه، هو اللي كنخوي فوق الصفه ديالي كنخوي من فوقها. وهانتوما البنات تشوفوا الطريقه معايا، كنخوي من فوق الصفه ديالي وكنخليها نيت داك الكسكسه كتستقطر حتى كتقطر مزيان، وكنطلقها في القصعه ديالي نطلقها في القصعه ديالي البنات باش تنشف، وكنرجع الكسكسه ديالي ونوضها طيبه البنات. هانتوما البنات تشوفوا معايا كناخذ كاسرونه ولا زلافه، المهم كاسرونه لي باش ما يتحرقوش. هانتوما البنات داك الماء
قوي فوق السفة ديالي، وكنبقى البنات مستمرة هكا. حتى كنكمل ونطلقها من بعد البنات. هاي البنات السفة ديالي من بعد ما خويتي عليها داك الماء راه كنخليها هنا الكسكس كتقطر. هاي البنات كتقطر كيهبط من هذاك الماء، عاد كنطلقها البنات في الكسعة ديالي باش تحل نحلها وتنشف من داك الماء، وكنردها البنات الكسكس ديالي ونردها طيب. هاد الطريقه البنات زوينه، راه ما كتعجبش ما كتجمع ما والو، وفي ساعه كتوجد. هاي البنات السفه من بعد ما خطرات مزيان كنحلها البنات في الكسعه ديالي، هانتوما شوفوا كي كتجي بنسه معجنه ما والو. ها كنبقى نحلها هكا بيدي حتى كتحل كلها. هاي البنات ما فيها لا ما لا والو، ها البنات هنا شفا. كنردها للكسكسة ديالي، نردها للكسكس ونردها طيب ان شاء الله. خليكم معايا. هاي البنات راني درتها فوق الكسكس ديالي، ها هي البنات كنحسب ليها واحد ربع ساعة، وكنحيدها عاود نفس الطريقه. كنهز داك الماء اللي كطيب فيه من التحت كنخوي عليها من الفوق ونصفيها بحال الطريقه الاولى البنات، ونردها طيب. صافي ثلاثه ديال التفويرات ان شاء الله كتكون واجده معنا. هاد الطريقه البنات دغيا كطيب وما كتعجنش وكتجي زوينه ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. ها هي البنات راه كملات لي داك ربع ساعه اللي قلت لكم، غادي نهزها او نحطها فوق القصايه ديالي ونبدا البنات نهز داك الماء اللي طابت فيه ونخوي عليها. صافي البنات نهزها، هانتو شفتو هداك البنات هاهي باش تقطر لي. كنجيب واحد الإناء ونحطو من فوقها باش تبقى تقطر. هاهي البنات كتقطر لي هنايا هاد الماء البنات، كنرجعو نيت الكسكس ديالي ونخليوها البنات تقطر ونطلقوها في الكسعة بحال اللي درنا في المرة الأولى. بين ما كنشفو كنخليوها بيدينا ونرجعوها طيب، نحسبو لها واحد 10 ديال الدقايق صافي وهي كتكون واجدة. هاهي البنات درتها في الكسعة ديالي، كنبقى نحلها. نسيت البنات ما قلت لكم راني كندير لها رشيشه ديال الملحه هنايا، وكنرجعوها في الكسكسه ديالنا طيب. ها هي البنات راني رديتها الكسكس ديالي، حسب لها واحد 10 دقائق هكا ونحيدها. فالسفه ديالنا ان شاء الله تكون واجده. نتوما البنات راه ما كتجمع ما والو. ها
خصو البنات محلوله. ها هي في ساعه كتوجد نتلاقاو البنات مع الطريقه النهائيه ديال الصفه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفه ديالنا، راه كتجي زوينه وكتوجد في وقت قصير دغيا، ما كتاخذش ديال بزاف وكتجي زعما ساهله في التحضير. حيتما الناس ما كتعجن ما والو، شوف الصفه كيفاش كتجي طايبه وخفيفه، وكل حبه زعما بغيتي كل شعره بوحدها ما كتجي لا معجنه لا والو. نتمنى لكم الاعجاب ديالكم هذه الطريقه هذه، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير وتشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم البنات.